95 عنواناً هو عدد الأعمال الأدبية المشاركة في الجائزة الكبرى أسيا جبار لسنة 2019. الطبعة الخامسة أبانت عن تنوع كبير في عوالم الكتابة الأدبية حسب ما أكده القائمون عليها. كانت رحلة مميزة سافرنا فيها من خلال 95 عنواناً أخذتنا معها بعيداً. 95 كتاباً جعلتنا ندرك مجدداً بعد تجربة السنة الماضية أن مخيلة كتابنا تتعدى حدود الجزائر. التتويج هذه السنة كان من نصيب الروائي خير بالخير في جائزة اللغة العربية عن روايته نبوءة رايكا، وجمال العصب عن روايته نغني باللغة الأمازيغية، فيما عادت جائزة اللغة الفرنسية للروائية ليندا شويتن عن رواية إنوفالس. أشرفنا على توزيع الجوائز على نخبة من هؤلاء الأدباء الذين بطبيعة الحال شاركوا في هذه الطبعة، وفي تقدير كل الذين شاركوا في هذه الطبعة هم يستحقون درجة التقدير. هذا وستأتي الجائزة الكبرى أسيا جبار في طبعتها المقبلة بصيغة جديدة وتوقيت آخر حسب ما كشفه المنظمون، بغرض السماح للأعمال المشاركة بالحضور في الصالون الدولي للكتاب لسنة 2020.